الريسيبي راكبه بمخي. اوكي انا بدي احط الكوسه بالاير فراير تو فراي ات بيسكلي، مو انه بدل ما اقليها اي فراي ات. اوكي وبعدين بدي اقلي اللحمه مع بصله مثل العاده، اللحمه المفروض انه اوكي. بعدين بدي احشي الكوسه، لا مع بصل ابيض، انا هيك راكبه بمخي ماما. اوكي نعمي كثير بس حاضر. بعدين بدي احشي الكوسه، بعدين بدي صفه بالصينيه، ومثل ما شفتي بدي اجيب لب البندوره، باب الحاره اخذته لب البندوره مع مي سخنه وشويه بهارات هيك، واحطها سقطها على الكوسه، وبعدين حطها بالفرن. بعدين طعميها لابن عمي. هاي سناب شات، بس اليوم مثل ما شفتوا كوكينج ويز سارة. المهم اخترعت طبخه، ما بعرف اذا رح تكون طيبه، ما بعرف اذا ظابطه، انا ما بعرف شي، بس راكبه بمخي. فالاكله هي كوسه محشي. اوكي شوفوا حقلكم كيف اخترعتها. انا بحب الكوسه المحشي اوكي بالبندوره، هي صلصه البندوره اوكي، وكمان بحب الكوسه المقليه اوكي تمام لهون. فانا اليوم بدي اعمل كوسه مقليه محشيه بالبندوره بالفرن اوكي. اظن في ناس بيقولوا قبلمه، انا شايفه فيديوهات، بدي اشوف اذا يمكن في حدا تاني عامل هاي الطبخه. في القبلمه شفت الطريقه انه بيجيبوا الكوسه كمان نفس اللي بيحشوها وبيحطوا لها مرقه بندوره، بس انا بدي اقليها بالاير فراير طبعا يلي هي هاي اوكي. سو ما بعرف اذا انا هيك ركبتها بمخي بعد ما شفت الفيديو، بس انه ماني متعوده اكل قبلمه هيك. بعرف انه ماما كانت تعمل قبلمه بالطحينه والدبس رمان، ما بعرف اذا اصلا اسمها قبلمه، انا ما بعرف، انا اليوم ما بعرف شو عم بعمل، بس كوسه محشيه مع بندوره صلصة هيك ظابطه بمخي، حاسستها طيبه. اوكي سو رح بلش هلا، رح احط لكم كل المكونات اخر شيء، بس رح بلش ب نص كيلو لحمه مفرومه تمام. فبدي حمي المقلايه، هلا مقلايتي شبه طنجره اوكي، لانه ما عندي طنجره، في عندي طنجره رح استخدمها لحطها بالفرن بس ما بتشتغل على هاي. المهم هلا بدي حمي المقلايه وحط سمنه اوكي، معلقه سمنه تمام. على قولة ماما with love، لازم دائما with love بتأكلة هيك، ماما بتقلي دائما من هيك يزيدي شوي مش هتطلع الأكلة أطيب من هيك. بس أنا هجيب محتمة ومسح لأنه ما بدي وسخ الدنيا. أوكي خلي شوي الزيت يحمى. المهم إن شاء الله اليوم الأكلة تطلع طيبة، لأنه ما بعرف كيف، أنا حاسة كل المكونات ضابطه مع بعض ما بعرف ليه بس حاسسهم ضابطين مع بعض، فان شاء الله تزبط. فاول شيء بدي اقلي اللحمه، فبدي انزلها. هلا اتصلت بماما مشان اعملها صح ما اعملها غلط تخبيص، قالت لي تنزلي اللحمه المفرومه تتركيها دقيقه دقيقتين، بعدين بقلبها، بعدين بحط البصل بقلبهم مع بعض، بس تستوي اللحمه تماما برش لها رشه ملح بطفي عليها، بعدين بحط الفلفل وبس. هيك بنكون قلينا اللحمه مشان نحشي الكوسه. اوكي انا نسيت اهم بارت، بدي اقلي الكوسه، بس اليوم راح اقليها بالاير فراير بس لانه نحن هيلثي، ما بدي يعني، بعرف انه حطيت معلقه سمنه بس انه ليش مكتر، انا ليه هيك عم بعمل، راح صفهم وفرجيكم. اوكي هيك صفيت الكوسه، رح احطها على درجه حراره 200 لنص ساعه. اوكي سو تركت اللحمه تستوي شوي من تحت، بعدين قلبتها، وهلا نزلت مي فعم بستنى انه تنشف ميه اللحمه. هلا بالعاده انا بجيب لحم استرالي اوكي، بس هالمره جبت لحم سوري، وهلا عم قلب هيك لتنشف ميته، وبعدين بنزل البصل. نشفت المي شوي بس رح استنى كمان شوي عشان اقدر انزل البصل.
بس والله هي تكنيك من عند ماما. هلا بس خلص اللحم المفرومه كله وتبلها واتركها على جنب، بدي اعمل رز مع شعيريه. اوكي هلا صار وقت اني نزل البصل. رح نزل البصل، هذا بصل بني مقطع جاهز. حاسه انه بدي كمان شوي، فعندي جاهز رح احط شوي وارجع لكم. اوكي زدت كمان بصل، بس بدي استنى البصل يذبل على الاخر انه هيك يدوب. اوكي رح خلص كل هالاشياء وبعدين فرجيكم مشان ما اطول عليكم يعني. اوكي شكل الاكله شوي بتاخذ وقت. هلا شيكت على الكوسه، لسه بدهم كمان. اوكي وخلصت اللحمه وحطيتها على جنب، حطيت لها ملح بس عم استنى تبرد، احط لها الفلفل وعملت الرز. هلا رح رتب كل شيء اوكي واستنى كل هالامور تخلص لانه ما توقعت تكون لدرجه طويله. وكمان حليت الفرن على درجه 180. فالمهم خليني ارتب كل شيء وبرجع لكم، بس اظن الاكله رح تطلع طيب ان شاء الله. الكوسه بالاير فراير عن جد اتفرايز يعني، عن جد تنقلق. اوكي الكوسه بدها 10 دقائق، فقلت لحالي لبين ما يخلص الكوسه رح اعمل صلصه البندوره. اوكي ويلي هي بدنا لب البندوره او رب البندوره. اوكي ملح فلفل، وانا ما عندي نعناع يابس، فعندي هاد اللي هو الهيربز ايطاليان هيربز. اوكي بمخي طالعه طيبه، ما تناقشوني ماما ما تجي تهاجميني. المهم رح احط 3 معالق كبيره من لب البندوره. لحظه خليني حمي الطنجرة، نسيت حمي الطنجرة. أظن هي كلها. هلا بنشوف. قالت لي ماما اغلي اللب البندورة مع مي عشان تعقد، عشان ما تكون مرقة، تكون شوي متماسكة يعني. ف نحط هي وحدة، هي تنتين. كله اوكي مشان ما اروح هدول على الفاضي رح اعبيها مي كله. اوكي شيكي 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 شيكي. اوكي اول شي خليني اقليها شوي تعطي نكهة. وبعدين رح احط تقريبا 2 من هاي او 2.5. اوكي حشوف انا، حشوف بعيني اذا 2 من هاي ولا 2.5. فحطيت 2 من هاي ورح ارجع احط نص لانه حسيت بدها كمان مي. ثواني اوكي هي نص تمام. رح اقلبها كأنا حاسة بدي كمان شوي، استحملوني شوي. خلص بس يعني 3 لحظة خليني مشان ظبطها تكون عن جد نص. اوكي يعني 3 من هاي. اوكي رح احركها. اوكي رح احط لها ملح. اوكي ورح احط لها سكر، هيك ماما قالت لي. ثواني رح احط لها رشة سكر طبعا، لا مو كل هاي، رح احط رشة سكر خلاص بس. اوكي رح احركها. ورح احط لها كمان فلفل. بس رشة فلفل وحركها. اوكي هلا
هلا رح اتركها تتعقد وبتكون خلصت الكوسة مشان نحشي الكوسة. اوكي لبست جلوفز لانه الكوسة شوي سخنة، بس هيك صارت يعني not bad. بعرف انه بالقلي اطيب بس انه شكلها ظريفة. هلا رح بلش احشي الكوسة. اوكي رح فرجيكم لوين رح احشيها، بس اظن رح احشيها فل يعني. اوكي بندخل هيك تمام. في حدا قال لي حشي الكوسة صعب، وانا كنت دائما احشي كوسة مع ماما فبلاقيها سهلة مو صعبة، بس حفر الكوسة انسوا انسوا. ياما طقيت كوسايات لماما ياما، بس توي اعرف يعني ان شاء الله بيوم من الايام رح اتعلم كيف احفر كوسة. الغيث قال لي بيعرف يحفر كوسة، فشي يوم رح اجيب كوسة وخليه يحفر كوسة. اوكي بس بجيبهم محفورين خالصين. ريح راسي ليش يعني، اذا بتوفر كوسة محفور خلاص ليش لا. اوكي عبيتها كلها للتم هيك. اوكي ورح صفهم هخلصهم كلهم وفرجيكم. اوكي حشيت الكوسة بهذه الطريقة، وانا جايبة هدول فتيات بس حطهم هيك جنبهم انه ليه لا. ما بعرف اذا طيبة ولا لا بس مو غلط. انا اليوم حابة اجرب اوكي، ف ما تعلقوا على شيء. اوكي واحدة كمان صفرة، بس لاني او سي دي تكون 2 صفرة 2 اورنج 2 حمراء. اوكي هلا هخلي هذا على جنب، ودقيت 3 سنن توم مشان احطهم بالمرقة اللي عم نعقدها. اوكي وحركها حركهم مع بعض. رح خفف النار لانه هلا بدي سقطها على الكوسه. الرز صار جاهز فحطيته على نار نايسه كتير مشان تضل وارم. اوكي تمام هلا يا رب تطلع طيبة. ما بعرف انا حاسة رح تطلع كتير طيبة. اوكي اوكي شكلها طيبة. اوكي سو هيك شكلها، رح حطها بالفرن لمدة 10 دقائق 15 دقيقة وهيك بنكون خالصين. وقبل ما تخلص بشوي رح رش عليها شوية نعنع يابس، بس لانه ما عندي نعنع يابس. هو نعنع يابس شكله، خليني اقرا من ورا. ايوه نعنع يابس وانا مفكره هو مو نعنع. المهم هي هي. والله شيء والله ريحته بتشهي غي. رح ناكل اكل طيب. لسه ما خلصت الاكله بس شكلها طيبه. الله يا رب. شخصين كتبوا لي لو حشيته وبعدين قليته بيكون احسن، بس ماما قالت لي لازم تقليها وبعدين تحشيها، فانا بسمع الرولز تبع ماما، بس يمكن كمان تزبط ما بعرف، بنجربها نيكست تايم ان شاء الله. بس انا عملتها بهالطريقه، حسيت انه يمكن تكون اسهل، انه خلص انه خلصنا ستيب كامله ما بعرف.